حياكم الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد وجولة صحفية نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. البدء مع الكاتب جهاد بشير في مقال نشرته صحيفة البصائر العراقية بشأن قانون حظر التطبيع، قال فيه: إن الحديث عن المقاومة بوصفها مشروعا تتبناه حركات التحرر فضلا عن الشعوب التواقة إلى الحرية حديث عن الحياة. فالأمة في ظل ظروفها اليوم لن تدوم طويلا بغير المقاومة، ولا بد أن تكون أدبيات العمل المقاوم منهجا تربويا يغذى فيه أبناء الأمة. ولا شك أن جيلا بعد جيل للمقاومة فثوابتها وأدبياتها ومنهجيتها المعتبرة التي لا ينبغي أن تنصرف عن أذهان كل واحد يتصدر التحليل والنظر ويريد أن يعزز الواقع برؤى بناءة ومعطيات ذات أثر وثمر. لذلك فإن أولى خطوات التنظير في هذا الشأن وضع الحدود الفاصلة بين أهل المقاومة بوصفها مشروعاً وحقيقة وميداناً للجهات ذا مخرجات مؤثرة، وبين من يدعيها على غير هدى طمعاً في مكسب واتباعاً لهوى سياسي تركب فيه الموجة وتساق لأجله الأوهام. كان للمقاومة الحقيقية في العراق ولا سيما في العقد الأول من الاحتلال تاريخ جزيل في عطائه ونتاجه، رغم أنه ظلم كثيرا وحيل بين مشروع الفصائل وبين بلوغ مقاصده المعتبرة بمؤامرات جيء بها تترى وهي تمتطي ظهور أهل السياسة ومن سار في ركبهم، سهل على الأدعياء التشدق بها وتوظيف الخلافات السياسية داخل منظومة المشروع الأمريكي للحديث بمسمياتها، مما أنتج كتلاً من التناقضات والفضائح هي أبعد ما تكون عن مشروع المقاومة الذي يدركه العقلاء ويميز بينه وبين غيره أولو النهى وأهل التجرد. وعلى كل حال، فإن بدعة ما يسمى قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي خرج به مجلس النواب في بغداد مؤخراً ليست سوى قطعة مستلة من كتل التناقضات المشار إليها آنفاً. فالمجلس هذا وإن كان جديداً بعد مهزلة الانتخابات الأخيرة، فإن مكوناته من كتل وأحزاب العملية السياسية هي نفسها في كل مرة، وغالبية أعضائه تكررت وجوههم بعدما حصلوا على مقاعدهم فيه ضمن نظام التدوير وتبادل المواقع المتبع في منظومة المحاصصة، وهم أنفسهم الذين شرعوا قانون مكافحة الإرهاب ذا الصبغة الطائفية، والذي كان فلسطيني العراق من أوائل من دفع ثمن طائفيته قتلاً وتغييباً فضلاً عن التعذيب والتهجير. فلم يكن قانون حظر التطبيع هذا إلا خطوة اتخذتها الكتل السياسية دعماً لمصلحة إيران وتعزيزاً لظاهرتها الصوتية التي تدعي معاداة إسرائيل لتحقق به مكسباً على أرضية التنافس مع الولايات المتحدة التي منحتها شراكة عمل ونفوذ في العراق واستعملتها عصاة لتدير بها المنطقة. نبقى مشاهدينا مع الكاتب جهاد بشير في مقاله بصحيفة البصائر الذي أضاف: يكثر الحديث في الأوساط الفكرية والسياسية عن القبول بالتعامل مع نظام طهران في ظل مزاعمه نصرة القضية الفلسطينية من عدمه، والحقيقة فإن الخوض في هذا الموضوع دال على مصاب الأمة الكبير، لأن القرار بشأن حظر التعامل مع إيران معلوم بالضرورة ولا يماري فيه إلا معاند أو من أصاب بوصلته شيء من خلل. فإذا كان الدم العراقي والسوري رخيصين لدى أصحاب الطروحات التي تسوغ التعامل مع إيران في إطار المقاومة الفلسطينية فلا يضعهما في الحسبان، فما بال الدم الفلسطيني؟ كم مسلما من فلسطيني العراق قتل على أيدي عصابات إيران وميليشياتها بعد سنة 2003؟ السؤال هنا وهو على سبيل المثال: هل يقبل عقلا وشرعا أن تتلقى القوى العراقية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية دعما من الكيان الصهيوني من سلاح أو مال في سبيل مواجهة إيران بوصفها قوة احتلال في العراق؟
على الرغم من أن هذه القوى لا تقدم للكيان شيئاً وترفض جرائمه وتؤيد مقاومته وتنادي دائماً بقضية فلسطين بوصفها واحدة من كبرى القضايا المركزية في الأمة، فهل يقبل هذا؟ قطعاً لا، ولا يقول بقبول ذلك إلا من سلبت حصافته واتجه نحو ما يناقض ثواب الدين. والقياس على هذا المثال متروك لأهله من باب النظر إلى الموضوع من زاوية أخرى غير أحادية الجانب. وغاية ما يبرره أصحاب اتجاه جواز التعاطي مع إيران لمواجهة العدو الصهيوني أن العلاقة قائمة على مصالح سياسية وليست فيها موالاة عقدية، وأن الجهات التي تتعامل مع إيران لم تمنح طهران شيئاً، بل بالعكس هي التي تأخذ منها المال والسلاح، وهذا ضرب آخر من التناقض الذي يدعو إلى العجب، إذ كيف يسوغ التفريق بين التعامل السياسي والثوابت العقدية؟ إذا لم تكن السياسة قائمة في إطار الإسلام وشريعته ومقاصده، لماذا ندعي أننا نتبنى فكرة إسلامية؟ ثم على من يتحدث عن أن هناك فرقاً بين المودة بصورتها العقدية وبين التعامل السياسي والمصلحي مع من ينقض عقيدة الإسلام أن يضع في نظر الاعتبار أن المطبعين مع الاحتلال الصهيوني ينطلقون من المبدأ نفسه لكن بالاتجاه المعاكس، إن الذين يريدون ممارسة السياسة بعيداً عن العقيدة تحت ذريعة المصالح وعدم وجود مسطرة وبلا ضوابط بحجة أن السياسة قائمة على المتغيرات، عليهم أن يخرجوا من دائرة الخطاب الإسلامي ولا يتبنوا فكرة إسلامية، لأن هذا الطرح غير إسلامي، ننتقده بوصفنا مسلمين وننتقد أصحابه في خطاباتهم على جميع جوانب الحاجة، فإذا فعلوا ذلك فقد وقوا أنفسهم من سهام النقد. بخصوص أزمة الكهرباء وتسلط إيران وعرقلتها للمشاريع في العراق، كتب سحبان فيصل محجوب مقالاً جاء فيه: أكثر من مليار دولار ونصف مليار دولار من هو الصافي من محصلات الديون السابقة والمستحقة لسداد فاتورة تجهيز كمية الغاز المورد من إيران لتشغيل العديد من محطات توليد الكهرباء داخل العراق، والذي يعد العامل الرئيس لضمان استمرار عملها وعلى وجه التحديد في مواسم زيادة الاستهلاك للضرورات المطلوبة، وذلك لمواجهة الظروف المناخية القاسية، فكثير من مناطق العراق تتجاوز درجة الحرارة فيها أكثر من نصف درجة الغليان صيفاً وإلى ما دون درجة الانجماد شتاء. اعتاد المواطن العراقي على تكرار أزمة الكهرباء وتداعياتها سنوياً من دون أي دلائل تؤشر على نجاح المعنيين في قطاع الطاقة في وضع الخطط والحلول المناسبة لها، كما اعتاد على تلقيه سيلاً من المسوغات الواهية تجري صياغتها بإتقان لدى الحلقات الحكومية المعنية في محاولة لإبعاد تهم التقصير والفساد عنها. وفي مقدمة هذه المسوغات انحسار كمية الغاز الذي تضخه إيران، مما يتسبب بفقدان كبير من سعات توليدية جاهزة للعمل، وتجري الإشارة إلى السبب المعروف وهو عدم سداد الديون المستحقة على الجانب العراقي عن أثمان هذا الغاز اللعين. وهنا وعلى وفق واقع الاضطرار هذا تهرع الدوائر المعنية إلى تأمين سرعة السداد كاملاً، وتنطلق الوفود إلى طهران لإعلان النية الصادقة في التعامل وتأكيد الثقة والاتفاق على المسارات المستقبلية البائسة لضمان تدفق المقادير المطلوبة من الكهرباء وأنواع الوقود المنتجة في إيران. وعلى الرغم من كون هذا التعامل يجري بموافقة أمريكية يسمح بموجبها تصدير إيران الغاز إلى العراق استثناءً من لائحة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إلا أن سلوك إيران يمضي في إجبار العراق على عدم التأخر بالتسديد، معبرة عما يمكن وصفه بالجزية يتم فرضها بإحكام ليجري سدادها اضطراراً من دون خيارات أخرى. وفي الوقت نفسه يمكن عد هذا المسوغ المتكرر فرية بهدف خداع الرأي العام الذي بات على دراية كبيرة وبدرجة يقين عالية أن مثل هذه العروض الهزيلة
لا تجدي نفعا في التأثير على قناعته النهائية، والتي تكونت بفعل سلوك مريب وقرارات طائشة، وكل ما هو مزيف وشائن مارسته السلطات المتعاقبة منذ سنة 2003. نشرت صحيفة الغارديان تقريرا ذكرت فيه فرض الغرب العقوبات الاقتصادية على روسيا لإجبارها على الخروج من أوكرانيا، لكن ما حدث هو العكس، والأمور لم تسر على وفق الخطة، إذ أوضحت الصحيفة في تقريرها أنه قد فرضت العقوبات على فلاديمير بوتين ليس لأنها كانت تعد الخيار الأفضل، ولكن لأنها كانت أفضل من مسارين آخرين متاحين للعمل، هما عدم القيام بأي شيء أو التورط عسكريا. تم فرض المجموعة الأولى من التدابير الاقتصادية فور الغزو، عندما كان من المفترض أن تستسلم أوكرانيا في غضون أيام، لكن ذلك لم يحدث، فكانت النتيجة أن العقوبات رغم أنها لا تزال غير كاملة تم تكثيفها تدريجياً. على الرغم من ذلك، لا يوجد مؤشرات فورية على انسحاب روسيا من أوكرانيا، وهذا ليس مفاجئاً، لأن العقوبات كان لها تأثير ضار في زيادة تكلفة صادرات النفط والغاز الروسية، مما أدى إلى تعزيز ميزانها التجاري بشكل كبير وتمويل مجهودها الحربي. في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، يمكن لبوتين أن يتباهى بفائض في الحساب الجاري قدره 96 مليار دولار، أكثر من 3 أضعاف الرقم للفترة نفسها من عام 2021. نتيجة للحرب، تواجه الاقتصادات الغربية فترة من النمو البطيء أو السلبي وتضخماً متصاعداً، عودة إلى الركود التضخمي في السبعينات. تشعر البنوك المركزية بما في ذلك بنك إنجلترا أنه يتعين عليها الاستجابة للتضخم الذي يقترب من رقمين عن طريق رفع أسعار الفائدة. من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة. تواجه الدول الأوروبية الأخرى المشاكل نفسها، إن لم يكن أكثر من ذلك، لأن معظمها يعتمد على الغاز الروسي أكثر من المملكة المتحدة. الهزيمة الكاملة لبوتين في ساحة المعركة هي إحدى الطرق التي يمكن أن تنتهي بها الحرب، على الرغم من أن الأمور لا تبدو على الأرجح على هذا النحو. هناك نتائج أخرى محتملة، إحداها أن ينجح الحصار الاقتصادي في نهاية المطاف، حيث تضطر العقوبات الأكثر صرامة روسيا على التراجع، والآخر هو تسوية تفاوضية. نشرت مجلة إيكونومست تقريرا بشأن العهد النووي الجديد الذي بدأ بعد حرب روسيا على أوكرانيا. ذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ غزوه لأوكرانيا قبل 100 يوم بتهديداته باستخدام الأسلحة حتى لو لم يستخدم القنبلة النووية في أوكرانيا مطلقا، فإن بوتين قد أربك بالفعل النظام النووي. فبعد تهديداته هذه، قلل حلف شمال أطلسي الناتو الدعم الذي كان مستعدا لتقديمه، مع نتيجتين خطيرتين، والأكثر إثارة للقلق هي إغراقهما بقرع طبول الحملة التقليدية لروسيا، إحداهما أن الدول الضعيفة التي ترى العالم من خلال عيون أوكرانيا ستشعر أن أفضل دفاع ضد معتد مسلح نوويا هو امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، والأخرى هي أن الدول الأخرى المسلحة نوويا ستعتقد أنها يمكن أن تكسب من خلال نسخ تكتيكات بوتين. كان الخطر النووي يتزايد قبل الغزو. كوريا الشمالية لديها عشرات الرؤوس الحربية. قالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلتها الأولى، على الرغم من أن معاهدة البداية الجديدة ستحد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات لروسيا وأمريكا حتى عام 2026، فإنها لا تشمل أسلحة مثل التوربينات النووية. تضيف باكستان بسرعة إلى ترسانتها. تقوم الصين بتحديث قواتها النووية كما يقول البنتاغون، وتعمل على توسيعها. كل هذا الانتشار يعكس ضعفاً في النفور الأخلاقي الذي يحد من استخدام الأسلحة النووية، ومع تلاشي ذكريات هيروشيما وناغازاكي
يفشل الناس في إدراك كيف يمكن أن يتصاعد تفجير سلاح صغير في ساحة المعركة من النوع الذي قد يطلقه بوتين إلى تدمير متبادل لمدن بأكملها. لقد تمكنت أمريكا والاتحاد السوفيتي بالكاد من التعامل مع مواجهة نووية ثنائية الجانب. لا يوجد إنذار كاف بشأن احتمال أن تكافح العديد من القوى النووية للحفاظ على السلام. ويزيد غزو أوكرانيا من هذه الحالة المرضية. حتى لو كان بوتين يخادع، فإن تهديداته تقوض الضمانات الأمنية الممنوحة للدول غير النووية. تحت عنوان الأزمة النووية الإيرانية آخذة في التصاعد، ذكر صحيفة لافيغارو الفرنسية أنه في ظل القتال الدائري في أوروبا الشرقية، حقق البرنامج النووي الإيراني الذي خرج من الأخبار الدولية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 من شهر شباط الماضي قفزات مذهلة في أثناء الربيع، إذ باتت طهران على وشك الوصول إلى العتبة النووية والعد التنازلي قبل إنشاء القنبلة النووية الإيرانية، أصبح الآن يساوي صفرا. إذ كتب المتخصصان ديفيد أولبرايت وسارة بوركهارد، كتب تمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% للترقية بسرعة إلى 90% وتصنيع قنبلة، وأكد أن طهران قادرة في غضون شهر على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لتصنيع سلاحين نوويين. القول إن الاتفاق النووي الإيراني مات، لكن لا أحد يريد الاعتراف بذلك حتى الآن. وتنقل عن دبلوماسي فرنسي قوله: لا يمكننا إدارة أزمتين كبيرتين في نفس الوقت، معتبرا في الوقت نفسه أن التقدم الذي تم إحرازه خلال المفاوضات في فيينا أوقفه الإيرانيون الذين كانوا يلعبون بالوقت في مواجهة الأمريكيين المنقسمين. في ظل هذه الظروف تتابع لو فيغارو: لن يكون أي اتفاق سوى تسوية مخفضة من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 التي تعتبر هي نفسها اتفاقية سيئة من قبل إسرائيل والجناح الترامبي للجمهوريين، وبشكل أكثر تكتماً من قبل بعض المتخصصين الفرنسيين. وكان مقدراً لترتيباتها على أي حال أن تسقط واحدة تلو الأخرى اعتباراً من عام 2025. ولم تؤدي الحرب في أوكرانيا إلا إلى الفشل الذي توقعه الكثيرون، توضح الصحيفة الفرنسية. ففي وقت مبكر من الصراع احتجزت روسيا خطة العمل الشاملة المشتركة كرهينة، وطالبت بإعفاء تعاونها مع إيران من العقوبات الغربية. وقد تمت تسوية القضية منذ ذلك الحين، لكن استئناف المفاوضات تعثر الآن بسبب الخلاف الثنائي بين واشنطن وطهران حول الحرس الثوري الذي تطالب إيران بإزالته من قائمة المنظمات الإرهابية. وبفضل الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها غير المباشرة على تكاليف الطاقة، تمكنت إيران أيضاً من التغلب جزئياً على العقوبات الغربية، توضح لو فيغارو، مشيرة إلى أنه يبدو أن صادرات النفط وخاصة إلى الصين مكنت إيران من مضاعفة دخلها 4 مرات. أسقطت قوات الأمن الحالية في العراق طائرة شراعية محملة بمليون حبة من الكبتوغون في البصرة في جنوب البلاد قرب الحدود مع الكويت، كانت آتية من إيران حسب ما أفاد مصدر أمني بوكالة فرانس فريس. وأصبح العراق الذي له حدود مع سوريا والسعودية محطة أساسية في تجارة كبتاغون التي توسعت في الشرق الأوسط إلى مدى كبير في عام 2021. وكالة الطائرة الشراعية المحلية الصنع تجول في أجواء البصرة قرب الحدود مع الكويت حينما وردت معلومات استخبارية بوجودها. هذا وقد ضبطت حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة كانت في هذه الطائرة الصغيرة وفق البيان. وفي الصور التي وزعتها السلطات العراقية تظهر طائرة شراعية بدائية يبدو أنها مصنعة يدوياً، كما نشرت صوراً للحبوب المصادرة. وذكر بيان السلطات أيضاً إلى أن النية كانت هي إدخال الحبوب المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية.
قبل الختام مشاهدينا نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. في ختام جولتي الصحفية في صدى الأقلام مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.